عندي جدتي امرأة كبيرة تقريبا داخلة على 90، فهي تعبانة، في قبل الصوم السنة دي يعني بنفطر غصب عنها يعني. قال عليها قضاء ولا القضاء والكفارة؟ عجوز؟ اه 88. لن تستطيع الإعادة. هي بتصوم كل سنة بس السنة تعبانة شوية كده. ما هي إذا كانت عاجزة عن الصيام تفطر، وبعد ذلك هل تطعم مكان كل يوم مسكين أو لا؟ لا يجب عليها شيء، لكن يستحب لها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، لأن أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. الإطعام يكون في رمضان أو في أي وقت بعدين؟ في أي وقت. جزاك الله خير.